بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، أحمده تعالى حمدا لا أحصي ثناءه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أيها المسلمون الفضلاء، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم الحريص على سعادته في الدارين أن يكون دائما الذكر للموت حتى لا يفجأه الموت دون استعداد وتأهب له. وقد كان ذلك دأب السلف الصالح، كانوا يذكرون الموت لا حرصا على الحياة، بل لأنهم يعلمون أن بالموت ينقطع العمل ويفضي الإنسان إلى ما قدم. هذا إلى جانب أن ذكر الموت فيه فوائد كثيرة، منها أن ذكر الموت يطرد فضول العمل ويحول بين الإنسان والمعاصي والطغيان، ويولد القناعة بما رزق الله والرضا بالميسور والمبادرة إلى التوبة والتخلص من حقوق الخالق والخلق وترك التحاسد وترك الحرص على الدنيا والابتعاد عن الكبر والعجب. وكذلك يزيد ذكر الموت في النشاط في العبادة، فلا والله ما سهر الليل في العبادة وتلاوة القرآن وذرف الدموع إلا من خشع قلبه لله تعالى وامتلأت نفسه خوفا من هول يوم القيامة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جتيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، فيقول أحدهما: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي. فاحذر أيها المسلم الكريم رد المظالم حالا لأصحابها، لا تنم عيناك وعليك مظلمة. فيا من أطلقت لسانك في النيل من أعراضِ الناس الأحياء منهم الأموات، ويا من أطلقت يدك للظلم والنهب والاختلاس وكنز المال والخديعة والأذى والشتم والإيذاء، رد المظالم الآن أحسن من أن تردها من حسناتك وتحمل السيئات. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينبه أمته ويقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، إنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. فحاسب أيها المسلم الكريم نفسك في خلوتك، ولا تؤذي عباد الله في جلوتك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتجاوز عن كل شيء ما عدا حقوق العباد، فتظل عالقة بك إلى أن يقتص الله له منك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جتيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، فيقول أحدهما: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي. فيقول الله جل جلاله: وما تصنع بأخيك، ولم يبق من حسناته شيء. فيقول العبد: يا ربي فليحمل عني من أوزاري. وهنا فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل في علاه للعبد يومئذ: ارفع بصرك وانظر إلى الجنان، فيرفع العبد بصره فيقول: يا ربي أرى قصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا يا ربي؟ ولأي صديق؟ ولأي شهيد هذا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى للعبد: هذا لمن أعطى الثمن. فيقول العبد: يا ربي فمن يملك الثمن؟ فيقول الله جل جلاله: أنت تملكه. فيقول العبد: وبماذا يا ربي؟ فيقول الرب جل في علاه: بعفوك عن أخيك. فيا أيها المسلم الكريم اعف عن أخيك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فاتقوا الله عباد الله، وقدموا ما ينفعكم من صالح العمل،
وخافوا من ذلك الموقف العظيم. فاللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك، واجعل أعظم سرورنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.